بسم الله الرحمن الرحيم، رجعنا لكم فيديو جديد. وفيديو النهارده هنشوف فيديو غريب جدا، يعني هنشوف ناس بتعمل حركات وحاجات انت اول مره تشوفها او مش هتتخيلها. بس ما تنساش تكتب لنا في الكومنتس عن الدقيقه اللي عجبتك او اللي شايف انها غريبه جدا. يلا نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدا الفيديو بتاعنا بالناس دي. بيورونا مهاراتهم على الشاطئ. هذا اهو، دي بيلعبوا الكره اللي هتقع من التاني هو اللي يبقى خسران. اهو بيلبسوا بعض، اهو مصمم يلبس الراجل ده، شكله راجل طيب برضو. مصمم يلبسه. ولا ده مع انه جسم جامد بس ايه لعيب. شوف بيلعب كتفه. لا ده احنا هنقعد للصبح كده، نقعد له حبايب ومحدش بيسكت. يا ابن اللعيبه يا عيني لعيب. يلا شوف دي اللي بتلعب تنس طاولة ولا بتلعب بينج. ايه اللي عملته ده؟ ايوه يعني انتوا جايبين لنا الكاميرا عليها ليه؟ تنهي اللعبة برضو. كسبت البطل، كسب. شوف ده ايه يلا ايه يلا اللي حصل. شوف دي لما الاطفال حواليها. طبعا احنا اللي عارفين العيال دي بتتفرج على ايه. شوف ده يا علي. اوه واو يا عيني. شوف ده، شوف ده نهار اسود بهدل. الله الله الله، لبسه كوبري دوشه. يا الله يا عيني. الله الله الله، لف حوالين نفسه ما عرفش الكرة فين. يخرب عقلك. ايه يا ابني اللي بتعمله ده؟ ربنا يشفيك. يا عيني. ايه الكرة فاتت اهي. الله الله الله، ابي الله الله. يا نهار اسود يا شطف في وشه ده بهدله. ده انت بتلعب مصارعه يالا. راضي جاي اخلصها فيه. بيلعبوا مصارعه مش مباراه. يا عيني يا عيني على الباكورد العالمي ده. الولد ابن رامو ابن مارسيلو. وده اللي بيلعب في الطين. الله الله الله، ايه اللي بيلعبوا في الطين؟ جاب هدف. يا عم انت جبت هدف في كاس العالم. شوف ده اللي بينشن في المقص، نفس الحكايه. لا نشين يعني.
ايه الهدف يعني من الحكايه دي؟ برضو ده واحد ده بيورينا التمارين بتاعته. جميل يا عم. ده التمرين ده مين ده؟ ده مين ده؟ هازارد. ده هازارد لما راح الريال. هذا هو بقى يعني من ساعة هازارد راح الريال هو ما عملش ولا حاجة، بس المباريات كلها مصاب، يعني يلعب مباراة ومصاب في 10. الريال اللي يعتبر ما استفادش منه بأي حاجة. شوف دول كمان بيعملوا ايه. دي التمارين البنات، يعني دي تمارين البنات لما تفكر كده تلعب كورة هتعمل التمارين دي. لو في بنات تتفرج علينا تعمليها، هتستفيدي جدا. هتستفيدي بيه مش عارف، بس المهم هتستفادي. الله، هادو حركة راندي اورتن اسمها، مش فاكر اسمها بصراحة. اركي او باين ده. بقول لك الولد ده عنده 9 سنين. اتفرج يا عم على المهارة. اوه لا لا، شكله مهاري مهاري بجد. عيني هذا. يلا نخرب بيت عقله. ايدك عامله ايه؟ ايدك عامله ايه؟ اكيد ايده اتكسرت. واو عالمي، خدوا تشميسه عالميه. شوف يا عيني، بلياردو عيني بلياردو يا ابن اللعيبة. لا لا لا، هو عمل كرة دي ازاي ده؟ اوه ودى الزبون. يا عيني كبر دوشه. ده ذنبه انه بيتفرج عليك وضرع الراجل. راجل اتخض يا عيني يا ابن اللعيبه. في الباك وورد خطير عالمي. ده يا عيني خدها مره واحده. شكل الحارس كان سرحان ولا ايه؟ اوف اوف. ادخل ادخل عليه، ادخل يلا، ادخل من هنا يلا يلا، ادخل يلا. الله يا الكوبري، انت بتعمل ايه؟ اوه يا اجمل نهايه ننهي بيها يا عيني. اي اي اي. وفي نهاية الفيديو لو عجبك اعمل لايك واشترك للقناة ورأيك في تعليق. شوفكم الفيديو الجاي. سلام.